جديدة ومميزة من برنامج ألوان. برنامج ألوان اللي استضاف شعراء، فنانين، رياضيين وأيضا طاقات شبابية ومواهب متنوعة. بالتأكيد دائما حلقاتنا متميزة. أحب أوجه الشكر كامل لوزارة الشباب والرياضة لرعايتها البرنامج، على رأسها معالي وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وأكيد أوجه شكر وتقدير لكل كادر العمل خلف الكواليس، وأكيد أحب أوجه شكر للطيب برودكشن على إنتاج هذا البرنامج وهذه الأنواع من البرامج المتنوعة. كمنتج منفذ دائما نحتاج منها أنه تجمع الفنانين بكل ما هم يحملون من إنسانية وطيبة بغض النظر عن حياتهم اللي ممكن تكون خارج إطار العمل. إضافة لهذا حابين نتعرف على مواهب وأيضا طاقات شبابية جميلة. برنامج ألوان يشمل كل هاي الطاقات والمواهب. إذن قبل أن نتعرف على ضيوفنا لحلقة اليوم، خلونا نروح الفاصل وراجع لكم. عودة من جديد أعزائي المشاهدين بحلقة مميزة من برنامج ألوان. دائما نقول احنا ضيوفنا متنوعين ومتميزين من خلال ما يقدموه من مواهب وطاقات شبابيه جميله. اكيد خلوني ارحب بضيوفني المنوريني. علي عبد الله، حياك الله واهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك ست، كل عام وانتم بخير، يعود عليكم بالصحه والسلامه والامن والامان. شكرا لك. الله يسلمك. الفنان براق مهنا، حياك الله وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير، الله يحييك، مباركين وعيد سعيد إن شاء الله على جميع العراقيين. شكراً لك. الله يحفظك. وأيضاً عازف ومتميز، عازف الكمان عباس السعدي، حياك الله وكل عام وانت بخير. سهلاً، كل عام وانت بخير إن شاء الله على جميع العراق وعلى صحة والسلامة. حياك الله وأهلاً وسهلاً بك. مقدمة البرامج الجميلة غسق، حياك الله وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير عليك وعلى الكادر وعلى كل اللي يشاهدونا قلبك. شكراً لك، نورتينا. أيضاً ألفة الراشدي، حياك الله ونورتينا حبيبتي. كل الهلا. كل عام وانت بخير، ويا رب سنه سعيده وعيد مبارك علينا ان شاء الله يا رب العالمين. اللهم اجمعين حبيبتي. الشيف الجميله افتخار المعموري، حياك الله واهلا وسهلا بيك، وكل عام وانت بخير. انت بالف خير حبيبتي، صحه وعافيه، مذيعتنا المتالقه المحبوبه للجميع حبيبتي. تشرفنا، تسلمك يا رب ونورتيني. نورك يا قلبي حبيبي. مصممه الازياء الجميله تبارك، حياك الله وكل عام وانت بخير. الله انت وكل عام وانت بالف خير، والشعب العراقي جميعا نورتينا. الشاعر قيس الدفاعي، حياك الله وكل عام وانت بخير. حياك الله، مساء الخير عليكم، مساء الخير على عيونكم، ورمضان كريم وكل عام وانت بخير. فدوى قلبك ونورتوني. واكيد ضيوفنا متنوعين بطاقات متنوعه، لكن قبل ان ننتقل الى فاصل اكيد نبدي بدايه جديده مع سماع اجمل الابيات الشعريه من ضيوفنا الشعراء. شو تحب تسمعنا؟ ان شاء الله اقول اذكرني، اذكرني جرح واعذرني من نشتاق، صار سنين صوتك ما مسلين. الله. اذا خنت الملح معذوره قلهم خان، انا ملوحه عشرتك وقفت بعين. الله عليك. او عشت نارين عمري، عشت نارين عمري وانا جور مات، ساعه يهيج جمري وساعه يجفين، ولاقيني لاقيني فجر ملقى الغروب وداع، حتى احضن خيالك لو يلاقيني. الله. محطات السفر، محطات السفر والسكه ملقى هواء، وقطار الشوق تيه كل عناويني، وانا بكل الاحوال بروحه هب مفراق، النوارس والسفن تتوادع بعين. الله عليك. ما تهوى الورد، ما تهوى الورد، خلصت عمرك عود وشتلت بماي صافي وخضر بطيني، واسالك من ريحه ناسيهن الحضنات، عطر عند بهدمهن ضام تلقيني، بيبان الهجر ما سدهن بطروه، ولا قل لسألني بيوم ناسيني، أكابر والجرح يوصل الحد الهام، وأنا ببالي مآتم جاي تبجيني. الله. وانت انت اشكال عندك بالدمع معذور، ما هزك حنين ببير رمشيني، يلتمشي ويا غيري، يلتمشي ويا غيري، وأنا أمشي وياي ومزقت لي على غيرك ماي ماشين، ينشاف الدمع، ينشاف الدمع بعيوني من بعيد. أيه. ومن شفتك شجاك تريد تجزيني. الله. وما رايد بعد، ما رايد بعد كلمة هلا ومشتاق، وترى بعدك بعد ما عاد يعني. الله عليك. الله الله، صح لسانك. علي عبد الله نسمع منك. إن شاء الله استنى. نسوان السلف يتعاركن كلهن، لأن غمازة عندك هن ماعتن. الله. حظوظ الصيح الوادم الصبح بيك يلتسوين كلهن، ها يا شيختن.
عشت وياك شن فلاح عايش ويا بستان منضوق خدودك الحلوات شن ضايق لرمانه خلي نعيش عيش الطير من الزقلة بلسانة المن باقي هنانة شوف عيوني من الليل ذبلانة ابقوا وياي لا تمشين هاي الناس بطرانة الهلهل بالعرس ما شاف عين شلون ذبلانة ارسم صورتك بالليل حتى احلم واقول الليلة خلصانة اش خلوا بيك يا فلان عسل والخصر سندانة المن باقي انا هنانة صار الرادة فلان لو ان اعطش اباوع ما شفتها العالم كله عيلتي ما شفتها وزينب لو ان ساعه ما شفتها اختنق والعالم يهفون الله عليك الله عليك صح لسانك. اذا اعزائي المشاهدين اللعبه الاولى راح تكون من خلال شعرانا راح يحملون البندقيه ومن خلالها راح يصوبون على الهدف واحنا نستمع لاجمل الابوذيات وايضا الومضات الشعريه. فاصل وراجع لكم. عودة من جديد أعزائي المشاهدين بالتأكيد مع اللعبة الأولى راح تكون من خلال شعارينا راح يمسكون البنادق ويصوبون على الهدف. بالونات الزرق إلك والبالونات الخضر إلك. جاهزين؟ جاهزين. يلا هل نسمع منك؟ يقول يا هلبت مرة سويها تمر بي خدم لجلك أحطن تمر بي الله يل خدك شكر مدري تمر بي منكظهن إلا عصرهن بدي. الله عليك الله يسلمك. معبي البندقية؟ الصشمة الأولى؟ لا ما متعباية. إذا لبين ما تعبيها خلي نسمع معبي البندقية. هم بعدها. هم بعدها؟ يلا. يلا. أستاذ جاهز؟ جاهز. نسمع. أقول نزل دمع بجفاك سنين وانساب. نزل دمع بجفاك سنين وانساب وانا اللي كانت عشرة شيوخ وانساب ترضاها بتوال الشيب وانسب وانا اللي كانت خواتش تلوذ بي. الله عليك الله, الله عليك. اذا صار الهدف الاول لك البالونات الخضر. أوكي. يلا تفضل. واو لا لا نسمع له صفقه. اول مره بالبرنامج تصير بالونتين سوا صقون. برافو برافو عليك ما شاء الله. يلا نسمع منك علي. يا هلبت مره سويها تمر بي خدم لجلك احطن تمر بي ايه يل خدك شكر مدري تمر بي منكظهن الا عصرهن بي. الله عليك الله يسلمك. جمهورنا يلا نحتاج تسجيل يشي يشي. يلا للاسف يعني هاي صار الفرصة صارت متاحة إلى مرتين. مرتين. يلا نسمع يعني منك. فايز فايز يعني. لا مو قلت لك بعد اليوم. إيه. أقول توج النار من تنفخ يمرها. توج النار من تنفخ يمرها وحرام الروح ما واحد. يمرها. يمرها يمرن الليل وطيوفك يمرها ومثل حنظل وهي سيفوج بي. الله عليك. الله. زي. الله. إذن. اللي هسه؟ بس هالمرة ما كنت يعني جوز ماك ممكن إيه لأنه بعيدات مستحيل. برافو برافو عليك. نسمع. يقول يا هلبت وي هبوب الريح شامات رقبتك يا حلات إش كثر شامات قربوا تهمسن وجون هواي شمات فلك طرهم شن اشتموك بي. الله عليك الله الله يحفظك. ماكو للاسف اي هو ما لازم ينسحب لا لازم ينسحب وانا لا بعد ماكو هدف يعني عندك زين يمك الساحه نسمع. اقول صفى شوقي صفى شوقي بحدايقكم ورد مات صفى شوقي بحدايقكم ورد مات وقلبي حيب ما لقاكم ورد مات بصدر جروح ما طابت ورد مات وصلف منجل الحرام يحوش بي. الله عليك الله لازم. يلا برافو هو ما كذا صدق يعني باعوا بصراحه النتيجه مبينه اذا اعزائي المشاهدين بفوز الفريق الاول على الفريق الثاني. خلونا ننتقل الى فاصل وراجع لكم. حياكم الله من جديد اعزائي المشاهدين وعوده جديده لضيوفنا. أكيد إحنا دائماً نقول
مواهب شبابية. وخلوني أعرفكم على الموهبتين اللي موجودة اليوم ويانا، الفنان براق مهنة. حياك الله مرة ثانية. الله يحييك عيون، أهلا وسهلا. عباس الساعد يا عازف كمان، أهلا وسهلا، نورتنا. شكرا جزيلا لكم. أنا حاسة عنده يعني فوليوم بالصوت حلو، أوكي الوحيد من الموجودين ده أسمع صوته. طيب شو راح تسمعونا اليوم؟ والله راح نسوي نهاوند حلو مال رحمة. يلا أكيد نستمتع إحنا. نسمع بداية تقاسيم حتى ندخل بالنهاوند إن شاء الله. كون نصير أنا وياك نجمة بالسيمة وغيمة، نسافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضيم، وحدنا نطير ونعلي نجمة بالسيمة، نخلي نرسم بالهوى حوالينا ونداير بنليدي، نقضيها عشق وشواك، نعلم الناس حنية، وابد ما نجيب طار فراق، نخلي الدنيا وردية، الأمر لو ما نعيش بحب فهو ما لك القيم، نسافر فوق ما نرجع، نعوف الكوكب وضينا. الله الله عشتوا عشتوا شباب، شكرا لكم، متعتونا بهذا الاحساس الجميل. طبعا تجننون ان شاء الله، يا رب كل التوفيق لكم اجمعين ان شاء الله. اجمعين ها كفايه فيهم. الله يعزك يا حبيبي. الله يعزك غسق حبيبتي، نورتيني واهلا وسهلا بك. فدول عمرك انت، عرفيني عن نفسك. فدول وجهك، عرفيني عن نفسك، شنو شغلك، اختصاصك كتقديم برامج؟ طبعا انا يعني من زمان بالوسط الفني، طبعا من 2018 ما شاء الله مقدمه برامج دخلت، بعدين اشتغلت كموديل اعلانات واخذت لقب ملكه اربيل بسنه 2023. حلو. وكلش مستعزه بهذا اللقب لانه اجى عن تعب طبعا. أكيد. وتقديم البرامج إلي مسيرة كلش أحبها لأنه أني كلش أحب الوسط. نعم بالتأكيد هو تقديم البرامج أحياناً يكون مهين، لأنه أكو برامج طبعاً صعبة تختلف من تقديم التقديم فعلاً. فعلاً ممكن طبعاً. مقدم البرامج الفنية يختلف عن الرياضي، صعب يروح لمساحته. أكيد الثقافي يختلف عن الرياضي ويختلف. نعم كل الأشياء بها اختلافات أكيد، ومو بسهولة يعني تقديم البرامج ونبرات الصوت تختلف طبعاً. هو أهم شيء مخارج الحروف أكيد أكيد طبعاً بيت. طبعاً أكيد فعلاً طبعاً. كل التوفيق حبيبي، أتمنى إن شاء الله تكونين من أعلى مقدمات البرامج. حبيبتي تسلمين للجميع يا رب. تسلمين حبيبتي. ألفة الراشدي حيا شاء الله حبيبتي. أصلك حبيبتي، عرفيني عن نفسك. ألفة الراشدي، احكي لك من بداياتي لو احكي لك بالوقت الحالي شريده الوصفات طالعه. بداياتي اني بديت من 2011. نعم اول ما بلشت بالصحف. حلو. اي بديت شوي يعني تقريبا اني سنتين اكتب عمود بالصحف، بعدين شوي دخلت قناه البغداديه، بعدها اسيا، بعدها استقريت بقناه بعيد عن كل المجالات، قناه الطليعه الفضائيه. نعم وحاليا انت تقدمين برامج مستمره بهذا الاداء؟ مستمره موجوده. هي رغم كثره مقدمات البرامج نعم، لكن انه كل شخص ممكن يكون عنده ميزه والى لونه اللي يقدر يميز نفسه عن البقيه. اكيد نعم ان شاء الله حبيبتي كل التوفيق لك يا رب. جميعا اذا اعزائي المشاهدين بالتاكيد عندنا ضيوف، لكن قبل ان اعرفكم عليهم خلونا نروح الفاصل وراجع لكم. عودة من جديد أعزائي المشاهدين، وبالتأكيد ما زلنا موجودين ويا ضيوفنا.
قبل لا نعرف عن بقية ضيوفنا نرجع نطري الأجواء الجميلة بالقعدة الجميلة ويا ضيوفي الأعزاء بمعزوفة جميلة من عباس. شو تقول؟ كيفكم؟ نسوي لكم فتة قاسيم شي حلو؟ يلا يلا صار. شكرا لك. شكرا. اذا نرجع يا ضيفتنا الجميله العزيزه على قلبي الشيف افتخار المعموري، نورتيني. نورت يا قلبي، تسلمين حبيبتي. شيف افتخار المعموري عضو مؤسس بجمعيه طهاة العراق، حاصله على المركز الرابع باكبر برنامج طبخ بالعراق، المركز الرابع من بين 1750 متسابق. ما شاء الله، يعني ما شاء الله هذا عدد كلش كبير انه تبرزين من خلاله. اي نعم الحمد لله، وبشهاده الحكام والشيفات طبعا. ومع ذلك كنت اكبر متسابقه بالعمر، عمر 52 سنه. العمر كله يا رب، ما مبين اصغر مني. فالحمد لله قدرت اخلي بصمه بهذا البرنامج، وفوق كل هذا كسبت محبه الناس، هذا اهم شيء عندي. اكيد طبعا، يعني حتى لو ما وصلت للثلاثه الاوائل. وحاليا دا امارس هوايتي يعني بالطبخ. نعم. والحمد لله والشكر يعني لاقى اقبال هوايه، متابعين عندي على السوشيال ميديا. ودا اقدم اجمل الوصفات بالشرقي بالغربي الحلويات. ما شاء الله. والحمد لله. وجايبت لنا اليوم كليشه العيد. كليشه العيد. ما يحلى العيد بهاللمه الحلوه اذا مو الكليشه. اكيد طبعا، هو احنا من عاداتنا وتقاليدنا انه قبل العيد نبلش بالكليشه وهاي التفاصيل. لكن انت تدرين هاي السله ايش قد راح يتعارك عليها؟ هاي بعد بقت يومكم. حبيبتي عاشت ايديكم ومقصرتي. شكرا لك حبيبي، كل التوفيق يا رب. شكرا جزيلا عمري. مصممه الازياء الجميله، تبارك. حياه الله حبيبتي. حياه الله عمري. انت مجال الموضة والفاشن مجال كلش واسع طبعاً. أكيد. ومن خلاله احنا دا نقدر نطلع على الموضة وشلون ممكن نظهر بأي إطلالة، وانت تعرفين خاصة هذا الوسط لازم تتميزين، لأنه صارت الدقة مو بس على الإطلالة، على الإطلالة، نوع القماش، الترتيب، الأكسسوارات، الباك، كل أنواع التفاصيل الديزاين. نعم. يعني على كافة تفاصيل الديزاين. أكيد. شنو اختصاصك بالضبط؟ اختصاصي تصميم. نعم. تصميم وتنفيذ. حاليا ان شاء الله دا اشتغل على براند، وعن قريب راح افتح البراند. حبيبتي كل التوفيق، هاي خطوه كلش حلوه، خطوه طبعاً. ناجحه من بعد جهد يعني. أكيد. وتعب ومعاناه. نعم اكيد طبعا، هي هاي المواهب اللي برنامج الوان يسلط عليها. واكيد شكرا لوزاره الشباب والرياضه اللي دائما حابه تشوف الطاقات الشبابيه الموجوده عندنا، مو هي بمعناته انه شباب ورياضه تشمل فقط الرياضه وكل انواعها والشباب اللي يعملون في هذا المجال، وانما تقصد بكل الطاقات الشبابيه مثل ما تشوفون عندنا الشعر والفن والعزف والطرب وتقديم البرامج وايضا الطبخ وانواعه، كل هذا نوع من انواع الفن وكل شخص متميز بفنه. قبل لا نفوت بتفاصيل أخرى من برنامجنا خلونا نروح إلى فاصل وراجع لكم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام. أكيد إحنا بعدنا ما شبعنا لا من الشعر ولا من جو العزف ولا التفاصيل اللي ممكن تخلي قعدتنا أحلى ويا ضيوفني منوريني. خلونا نرجع إلى الشعر. علي وقيس، راح نسمع احنا من عندكم شعر جميل وراح نتعبك يا عباس. شنو نوع الشعر اللي راح تقوله حتى من خلاله راح يعزف واحنا نسمع الكلمات؟ يعني حزين. حزين صار زين. نعوف الحزن عيد
عيد وكل عام وانتم بخير واهلا وسهلا وعيدوا حب هاي الليله صار اكيد الليله. يلا اشتغل لك احساس وانت يلا. انا عيني اعلى طولك عودتها ورد تنساك بس ما دبرت المصيبه نروح من نشتاق بالليل نطلع الصور لكن شققتها الله ونرد نلزق صوركم على الحياطي صور جدنا العزيزه نزلت وتعارك عليك واهلي يحجون يا مجنون بسك من عشقي اقلهم ذولا هلكم ماتوا من سنين بس معشوق تمحد وصل الله مرت بينا ناس تراقب هواي وتجين بليل يتمرقص عجل انا الشايل خلق ناعور بالماي افتر ساعه ساعانه بزنتها الله انا الشايل خلق ناعور بالماي افتر ساعه ساعانه بزنتها ووصول اللي خط على القبر توصاه معشوقة تعال حط بقبر الله 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 عشت عشت قيس ايش راح تسمعنا صح احساس نفس الحاله احساس يلا نعم. يلا بعدني بعدني بلا جنح واعرف دروب الغيمة واخزر بنا جنجور التلي ينزل ما درت الوجه لما نخان انسان ولا عند جدم وقت الشدد ينزل كبير حكايته كبير حكايته وقاع الصدر ديوان وفرضه بزود راي وما رضت الدنيا اللي يجهبني هلا اللي يجهبني هلا ويندم الراجعين المناجل منتهد ما تجامل السندل وغربل صحبتك غربل صحبتك لا ترجع المنكور تاخذ بالعمر بس تجمد غربل الله وانا المانكر صحبانه وكبيت رغم مين السهم جوا الضلوع الصل خليت القلب مو ملح فوق الزاد خليت القلب مو ملح فوق الزاد شحط الهم بعد دم اليسير يحيل الله ما شايف قبل بالشامه يطلع شيء ما شايف قبل بالشام يطلع شيء ولا شفت العيون بلا دمع اخي تجروح قلب واجبر المكسور بس هي الجروح بلا نزك تكتب الله نكران بوقت نكران بوقت بياقع المهيوب ودور لهم عذر وانا ادري ما مشكل العمر مثل الحقد يوميا شين بي وانا بكيف ربع بلا قلب وشك الله عليك جبت عمري جبت عمري السفر ما مستقر بمشاكل الساعة سكت قطارب يا حزن ينزل الصبر وشال وتارس شليل دموع وعين اليا وقت ما تقبل توشك بس شمع الفهم مو سهر ليل وياي يحرق العمر وجموع حدا الله يحرق العمر وجموع الله عليك الله شكرا شكرا اذا شكرا طبعا لك ممنونين على هذا الاحساس الجميل والعزف الحلو اذا اعزائي المشاهدين هم ما راح نقول لكم راح نروح الفاصل قبل لا نطلع الفاصل براق نرجع لك حابين نسمع منك شيء جميل ممكن صار. انه اذا نسمع فد موال صار يلا كرد كرد الري كرد الري انت بادر ويحت قلب اليدي والله حبك يا بشر حب من صيدي لو دورت غيرك عساني ما لقيت للموت اظل وياك ابد ما نفترق للموت اظل وياك ابد ما نفترق طريقي انت وماك وكل رجعة بعد حب لك ما ينقاس حب للأبد يا حياة البيها مثلك ما شفيت وياك ظل طول العمر هذا وعد وياك ظل طول العمر هذا وعد وياك حيل ارتاحت يا شمعة ضوت لي البيت يا ابو العيون الحلوات ضا
ضجة بالعالم سويت. الله عليك. الله عاش هالصوت. إذن أعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم. عودة من جديد مشاهدينا الكرام وحياكم الله أكيد بحلقة مميزة من برنامج ألوان. سعيدة جدا أنه أكون أني جزء من تسليط الضوء على المواهب والطاقات الشبابية الموجودة عندنا، وأكيد أوجه مرة أخرى شكر إلى كادر العمل اللي دائما يكون بصورة غير مباشرة ينطينا أجمل الأشياء وأجمل الصورة، وأيضا شكر لوزارة الشباب والرياضة الراعية لبرنامج ألوان، شكرا لمخرجنا المبدع مهند الطيب. إضافة لهذا ما ننسى أنه فقرة الرسم اللي راح تكون من خلال الفنان والمبدع عودة الفهداوي اللي ننقل من خلاله رسالة موجهة لكل العوائل اللي دا تشاهدنا عبر قناة الرشيد. حياك الله. حياكم الله. وكل عام وانت بخير مرة أخرى. وانت بخير إن شاء الله، ينعاد عليكم بالأمن والأمان إن شاء الله. شكرا لك. شحنا عن تفاصيل الله. الرسمة اليوم عبارة عن تنبيه إلى كل العوائل وكل يعني الآباء والأمهات إلى الالتفات أكثر إلى أطفالهم. مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام هي مو مواقع للتسلية، هي مواقع مليئة بالناس اللي ما نعرفهم، ما نعرف أخلاقياتهم ولا مبادئهم، ممكن يكونون خطرين أو يزرعون في تصرفات وسلوكيات الأطفال جوانب سلبية جدا. فالاهتمام بهذا الأمر جدا ضروري وجدا للمخاطر التي ممكن أنه تلحق بهذا الطفل اللي شخصيته في طور التكوين وشخصيته في طور الاكتساب، فأكيد الاهتمام بي وبالأشياء اللي تلقاها من مسؤوليات وأولويات يعني الأهل أو العائلة بشكل عام. بالضبط. شكراً لك. حياكم الله. شكراً على هالرسالة. إذن أعزائي المشاهدين بالتأكيد بختام حلقتنا أحب أدعي كل ضيوفي اللي منورينا اليوم لقطع الكيكة اللي هي بشرف